عليكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وربما بنسخة جديدة من برنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجي. أنا ميساء العمودي أحييكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجنا بالنسخة الجديدة برنامج سيدتي اللي راح يكون بإذن الله جسر من جسور التواصل اللي دائما نطمح لمدها بيننا وبينكم، ولكن هذه المرة ربما راح نركز أكثر وراح يكون تركيزنا بشكل خاص على حواء تحديدا. حواء أصل الجمال وسر السعادة في الحياة، راح أقدم لكم مشاهدينا فقرة عن الحملات التوعوية الكبيرة اللي أطلقت مؤخرا عن خطر كتابة الرسائل النصية أو التشات على الهاتف النقال أثناء القيادة تحديدا. أيضا مشاهدينا راح نقدم موضوع طبي في غاية الأهمية عن الصحة الذهنية والنفسية، خليكم معنا مشاهدينا. في سيدتي أيضا من لبنان عاصمة الموضة عرض أزياء لتوني يعقوب وسجادة خضراء في استقبال المهتمين في البيئة، وفارس كرم يعود للقاء جمهوره بعد وعكته الصحية. أثبتت الدراسات الحديثة أن كتابة الرسائل النصية على الجوال أثناء القيادة تشغل 37% من نسبة التركيز، وأن نسبة حوادث السير الناتجة عن الأخطاء البشرية تشكل 88 إلى 90% من الحوادث. هذه الإحصاءات دفعت جهات مهتمة بالسلامة المرورية بالتعاون مع العديد من شركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني إلى تنظيم حملات لتوعية المجتمع من أخطار هذه العادة التي أصبحت اليوم شائعة جداً. يعني في شيء بعض الأحيان في أمر ضروري لابد إني بكتب رسالة في عند الإشارة، مشيت باقي الإشارة ولعت خضراء، يعني بمشي شوية باقي كم كلمة بسجلها وأمشي. هذا والله أحياناً أكتب رسائل جوال إذا كان في موضوع يعني يتطلب مني إني أكتب رسالة ضروري أكتب، يعني أحياناً بعض الأحيان الإنسان يضطر، لكن هو أكيد إنه غلط، هو تصرف خاطئ إنه يلهي الإنسان عن القيادة وكذا، لكن هي تحصل بين وبينك في المجتمع السعودي، أعتقد أنها تحصل مني شخصيا كمان. من المعروف اليوم أن التلهي أثناء القيادة هو من المسببات الأساسية لتزايد حوادث السير، فالسرعة يضبطها الرادار، أما التلهي فلا يضبطه سوى مبادرة السائق الذاتية. فتطور العصر أمر مهم ولكن له سلبياته. مع هالتواصل الحديث يعني نحن كمجتمع نقدر نتصل وين ما كان ونكون connected ونقدر نبعث messages بشكل كتير بسيط وين ما بدنا لكل العالم، هيدي عم تعمل حوادث، لأنه في كتير من السائقين وخاصة الشباب ما عم ينتبهوا لأمر أساسي إنه هاي الوسائل ما انعملت لوقت واحد هو عم بسوق يستعملها، وبالتالي من المؤسف إنه عم نخسر بلبنان وبالعالم العربي عشرات وآلاف الضحايا من جراء التلهي أثناء القيادة. المراسلة النصية أثناء القيادة تزيد مخاطر التعرض لحادث سير 23 مرة أكثر من احتمال وقوع الحادث في حال عدم التلهي بحسب الدراسات العالمية، وذلك لأن المراسلة النصية تستوجب انتباهاً مرئياً ويدوياً وذهنياً. بصير بده يعمل مراسلات فورية ويكتب ويعمل جهد، وصراحة نحن باليازة على عين ألف حادث بيّن معنا أنه تلت هالحوادث كان عم بيكون التلهي أثناء القيادة هو مسبب أساسي فيها. من جهة أخرى يعتقد البعض أن التحدث مع عدم إمساك الهاتف قد يقلل من نسبة خطر التعرض للحوادث. نحن كمان ما منحمس أبداً لا يستعملوا استعمال السيلولار ككل بالسيارة، حتى لو كان شيء اسمه فري هاند هيلد مثل ما بيقولوا، في عنده زيت الخطورة كأنه عم بيحمل السيلولار وعم بيحكي. أحاول أتحاشى قدر المستطاع من أجل أكون سليم يعني، وأنا وكل من في الطريق. مستحيل، لأنه ما أقدر أخاف أرد على الجوال اللي يصير حادث اللي يصير شيء مصيبة. صعب أن أكتبها عشان لازم أكون حذر على الطريق، يعني صعب أن أستخدم الجوال خاصة بالرسائل يعني وأنا أسوق. Don't text and drive.
الضوء مشاهدينا أكثر على هذه الظاهرة المنتشرة اليوم. يسرنا أن نستضيف المقدم سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. أهلا وسهلا بك سعادة المقدم. حياك الله. أنا اسمي المقدم جمال العامري. جمال؟ نعم. جمال سالم العامري. صحيح. نعم. سعادة المقدم، يعني هل نبالغ إذا وصفناها بأنها ظاهرة؟ لا طبعا، هي مو ظاهرة بالنسبة لأن كان استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ونحن نركز طبعا بالنسبة للهاتف المحمول أثناء القيادة لابد أنه يكون يعني بسماعة الهاتف، لأن المشرع الإماراتي ينص على مخالفة الشخص إذا كان استخدم الهاتف المحمول بدون سماعة الهاتف، فمن هنا يطبق عليه الغرامة المالية ألا وهي اللي هي 200 درهم مع 4 نقاط مرورية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات موحد فيها القانون. هي نعم، قانون دولة الإمارات اللي هو رقم 2 لسنة 1995، فالمشرع الإماراتي ألزم اللي هو سائق المركبة باستخدام السماعة على أساس حالة الاتصال. ماذا عن حالة المسجات وال يعني الرسائل النصية؟ هي نعم طبعا، الرسالة النصية لازم أنه يستخدم يده في كتابة الرسالة النصية، فمثل ما أنه إذا ضبط بالطريقة اللي هو يستخدم فيها إن كانت رسالة نصية أو كذلك بالنسبة لاستخدام الهاتف مباشرة تطبق عليه اللي هي الغرامة المالية اللي نصت عليها. طيب إذا حط يعني السماعة على الإذن مو نفس الشيء؟ ما راح يركز في الطريق وراح يجلس يحكي ويخرج عن تركيزه عن الطريق؟ هو هناك نحن نقول على أساس أنه ممكن أن تكون وسائل الاتصالات الحديثة على الأقل سهلت من عملية اللي هو إن كان القيادة، لأن فعلا يعني من خلال اللي هو السائق في استخدام يد للهاتف المتحرك أثناء الحديث وكذلك اليد الأخرى في القيادة، فهذا يشكل خطورة إن كان على نفسه أو كذلك بالنسبة على المستخدمين الطريق الآخرين، فمن هنا لابد أنه من استخدام سماعة الهاتف المحمول. نعم، لكن يعني كنا نركز نحن في التقرير الذي ظهر من دقائق. نعم. بأن يعني الرسائل النصية هي المتسبب أكثر. حتى في الإمارات سمعنا بأن لاعب كرة قدم ذياب عوان كان يعني أحد الضحايا، قيل بأنه كان أحد ضحايا الكتابة النصية أثناء القيادة. يعني أنا أقول بالنسبة لإنسان أو السائق بالتحديد لما يستخدم الهاتف المحمول بغض النظر إذا كان هو كتابة النص القصير أو الرسالة النصية القصيرة أو كذلك بالنسبة إن كان طلب الهاتف أو أرقام معينة، هذه كلها تشتت الذهن، وخاصة إذا كانت السرعة زائدة ونحن قاعدين نشوف حوادث كثيرة مرورية، يعني من ضمنها إن كان كسبب اللي هو الرسالة النصية القصيرة أو كتابة الرسالة النصية القصيرة، بالإضافة إلى عدم ترك المسافة الكافية ما بين المركبة والأخرى. نعم. ونجد كثير من هؤلاء من الشباب اللي هم في سن اللي هو 18 إلى 30 سنة. هذا كان سؤالي يعني بيدور في رأس، أنه هل في فئة عمرية معينة؟ نعم. من 18 إلى 30. يعني أغلب الحوادث المرورية التي تقع من ضمنها إن كانت اللي هي عدم ترك المسافة الكافية أو الانحراف المفاجئ، لأن أنا لما أكتب رسالة نصية قصيرة أو أشتت ذهني باستخدام الهاتف المحمول يا تنحرف السيارة إن كان على اليمين أو على اليسرى، بالإضافة إلى ممكن أنه هو يضرب أو يصدم السيارة التي أمامه. من هنا نجد كل الإحصائيات اللي هو تشير إلى الفئة العمرية اللي هي من بين 18 إلى 30 سنة. طب هل يعني في الإمارات مثلا في النظام عادة هي الشرطة أو المرور اللي يلاحظ هذه الحاجة إذا كان أحد ماشي على الطريق؟ نعم. وبيستخدم الجوال؟ نعم. هل أنا كسائق إذا ضررت من شخص حسيت أنه هو غير مركز بسبب الجوال، هل مسموح لي أنه أتصل مثلا على الشرطة أبلغ أنه في سيارة مزعجة على الطريق مثلا؟ يعني في بعض الأحيان نحن نقول في عندنا هواتف ساخنة اللي هي مثل ما أقول خط الهاتف أمان، ممكن أن أنا أبلغ على السيارة، ولكن هنيها لابد أن يكون في أي شيء ملموس في بعض الأحيان، وفي نفس الوقت أيضا يعني لابد من مأمور الضبط القضائي، يعني إذا كان اللي هو الإنسان المدني أقصد اللي هو إن كان شرطي مرور أو ضابط اللي هو الشرطة اللي موجود، ممكن أنه يحرر مخالفة في حال خارج الوظيفة يعني، ولكن كمواطن لكن هناك في خط ساخن موجود اللي هو باسم أمان ممكن أنه يبلغ في حال وجود مثل هالتصرفات. هذه الحالة يعني موجودة في الخليج بشكل عام، في السعودية خصوصا موجود الشباب يعني أثناء القيادة يستخدموا الهواتف المحمولة كثير، يكتبوا ويتصرفوا بهذا الشكل. هل يعني في رأيك في حلول
ايش الحل بالنسبه لي؟ انا اكون ماشي على الطريق، صديقتي قالت لي تعالي على المكان الفلاني، ابغى ارد عليها اقول لها يلا 10 دقائق جايك، ايش ارد؟ ايش اعمل؟ اوقف يعني على جنب؟ لابد يعني نحن نقول ان بالنسبه لعمليه القياده بامان هذا مطلب. وطبعا نحن مثل ما نشوف بالنسبه لدوله الامارات او الجهات الامنيه اللي هي ان كانت عبر كل الخليج والدول اللي هي على مستوى العالم تحاول انها تحد من تصرفات السائق، يعني تصرفات السائق بعض الاحيان تكون مو مسؤوله. نعم. وخاصه الفئه العمريه اللي نحن قلنا عليها، يعني خاصه من الفئه اللي هي من 18 الى 30 ومن 31 الى 45، نجد انه اغلب الحوادث المروريه من خلال التصرفات الغير مسؤوله، ان كان بالرد على الهاتف او من خلال تلقي مكالمه ممكن تتغير اتجاه سيارة تكون مزعجة أو تلقي خبر مزعج أو سيء. فهني لابد الإنسان يحكم العقل، لابد من خلال هذه التصرفات، يعني إذا كانت في مكالمة مهمة وأحس أنها هي بتأثر على أني أنا أجنب، وحتى لو استغرقت المكالمة دقيقة إلى 10 دقائق، ولكن أني أنا متوقف على الكتف الأيمن من الطريق ومن بعدها أنطلق مرة ثانية في رحلتي. نعم. طيب خليني سعادة المقدم راح أروح لتقرير مختلف شوية بس في نفس الموضوع، راح نفضل بما أن مشاهدينا بما أننا عرفنا أنه فئة الشباب هي الأكثر وفقا لسعادة المقدم ضيفنا أنه فئة الشباب هي الأكثر ممارسة لهذه العادة، أيضا فئة الشباب هي الفئة الأكثر متابعة للفن والفنانين وهذا المعروف طبعا، عشان كده راح نروح معكم مشاهدينا ونسمع بعض الآراء ونظرة من مجموعة من الفنانين والفنانات العرب في موضوع كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة تحديدا، نشاهد معا. أغلب الحوادث الآن صارت من التلفونات ومن المسجات والساب ومش عارف إيش والإيميلات، فالتكنولوجيا أثرت شوي على حتى الطريق، يعني الناس أهم ما عليك روحك وأهم ما عليك نفسك. أبداً أبداً أبداً، أنا كل يلي بيعرفوني بيعرفوا أنه بمنعهم يبعثوا أي مسج هني وعم بيسوقوا لأنه ما نحرزين الشغلة أبداً، بيقولوا لي نحن مننتبه، هي القصة مش إذا نحن عم ننتبه، مين في حوالينا عم بيسوق ومين ممكن يفاجئنا، ما نحرزين أبداً الشغلة، بأقل من ثانية بجزء الثانية ممكن نخسر حياتنا بس مشان مسج عم نبعثه. It's not worth it. منا حرزان. بلا بس حسب الضرورة مش عطول. إذا في كتير ضرورة إيه. بس أوقات بكون بدي أدر أكل بسير بدي تفكير وموقف عشان أبكتب بتابع اللي عم جديد. في أوقات بضطر بس بطلتهم لأنه مرة صار هيك مثل حادث صغير قدامي من وراء هالموضوع. بقول إنه مهما الواحد يكون عم بي عنده أشياء مهمة ومش قادر ومين ناطره وموعد وممكن يطردوه من الشغل وممكن يتخانق هو صاحبته، عن جد وقفوا على جنب وبعثوا المساج بعده أهين بكتير من إنه تفقدوا حياتكم. شوف المساج جوات هو غلط، يعني أنا نصيحتي إنه اللي بيكون عم بيسوق ما يستعمل التليفون لأنه بصير في خطر على حياته وعلى حياة الناس. بحكي إيه زابر يعني بس مساج لا أوفر، يعني إنه بدك تفتش على الأحرف. سعد المقدم سمعنا مع بعض الآراء الفنانين، آراء يعني بالاتجاه الصحيح. نعم. هذا اللي هو مطلوب، يعني بغض النظر عن المكالمة بغض النظر عن هذا اللي ممكن أنه يتصل، لابد من إيقاف المركبة في حال تلقي مثل هذه الرسائل، أو بالنسبة إن كان أنا بارسل رسالة ليش؟ لأن نحن حياتك نحن أثمن من أي رحلة ممكن أنها تكون من خلال تلقيك لها الرسالة أو لهذا الخبر، لأن في بعض الأحيان ممكن أنه مثل ما قال التقرير جزء من الثانية، صحيح يعني جزء من الثانية ممكن يغير الحياة الإنسان كاملة. ليش؟ حياة غيره يعني، وحياة غيره، لأنها في حالات وفاة، في حالات إصابات بليغة اللي هو شلل إن كان نصفي أو شلل رباعي أو كسر في الحوض أو كسر في الجمجمة، يعني مصائب يعني ما أنزل بها من سلطان، ولكن نحن نقول الوقاية خير من العلاج. إذا قلنا بالنسبة للشباب، الشباب اليوم أصبح واعي أصبح مثقف، يعني اليوم على الوسائل اللي هي موجودة إن كان البلاك بيري أو إن كان الواتساب أو البرامج اللي هي موجودة فيها يعني مغرية، ولكن لابد من التعقل فيها. ليش؟
لأن مثل ما قلت وعيد وزيد مرة ثانية أن حياتك أثمن من هذه الرسالة. طيب يعني باختصار سعادة المقدم، المرأة بما أنه برنامجنا للمرأة، المرأة متهمة دائما بأنها تنشغل بالميك اب وتفاصيل في السيارة، هل هي فعلا متسببة في الحوادث من خلال إحصاءاتكم؟ الإحصائيات طبعا تشير إلى أن المرأة يعني أقل القليل منهم اللي ممكن أن يرتكب المخالفات أو الحوادث المرورية. طبعا هناك نسبة وتناسب، ولكن أنا أقول أيضا على المرأة مو من خلال بس اللي هو تشتتها من خلال الرسائل النصية القصيرة أو تلقي المكالمات، أيضا في عندها أشياء إن كان اللي هو مثل ما قلتي المكياج أو اهتمام أطفال أحيانا في السيارة. نعم، بالنسبة للأطفال ممكن أنهم يلهونها. وكذلك أيضا من الأطفال من هو يعبث بأجهزة السيارة. صحيح. على اعتبار أنه ممكن أنه هو يعني تصرفاته غير مدروسة. من هنا ننصح إن كانت اللي هو الرسائل النصية، استخدام الهاتف، الأمور كلها لابد من الحرص والحيطة والحذر من جانبها. نعم، سعادة المقدم جمال العامري رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في أول وانطلاقتنا في برنامج سيدتي من خلال روتانا الخليجي. شكرا جزيلا، ولي شرف وجودي هني اليوم عندكم. شكرا لك. شكرا أختي. مشاهدينا سأذهب إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.